السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وجميلة جدا ولسه ما نزلتش على القناة خالص. الحلقة بتتكلم عن ايه بقى؟ كلمات ك، شوف كلمات بها حرف مشدد. كلمات بها حرف ايه؟ حرف مشدد. يعني ايه حرف مشدد؟ يعني حرف ينطق مرتين، هو لازم يكون الكلمه اولها الف ولام وبعدها حرف من حروف اللام الشمسيه عشان ينطق مرتين؟ لا طبعا، لا مش لازم. طيب لازم حروف اللام الشمسيه بس هي اللي تنطق مرتين؟ لا برضو مش لازم. حروف اللام الشمسيه تنطق مرتين اذا سبقها الف ولام. يعني حروف اللام الشمسيه اللي احنا عارفينها اللي هم ال 14 حرف اللي هم التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد صا اهي صاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. دي الحروف اللام الشمسيه اللي احنا عارفينهم، واللي مش عارفهم يرجع لحروف اللام الشمسيه، عندنا اكتر من حلقه بتتكلم عن حروف اللام الشمسيه. ماشي؟ طيب الحروف دي لو جه اولها الف ولام لازم ينطق الحروف دي، الحرف منهم ينطق مرتين اثنين. طيب كلام جميل قوي. طب هي دي الحروف بس اللي تنطق مرتين في الكلمه؟ لا طبعا، كل الحروف ممكن تنطق مرتين في الكلمه. هنتكلم النهارده على كلمات بها حرف مشدد بدون الف ولام، بدون الف ولام عشان ايه؟ ما نتطرقش للكلمات اللي بها الف ولام اللي هي اللام الشمسيه. حرف مشدد يعني يكرر مرتين، وطالما الحرف يكرر مرتين حبيب قلبي يبقى يكتب مره واحده ولكن بيبقى عليه حاجه اسمها شده، عشان بنقول عشان كده بنقول عليه حرف مشدد. والشده ليست حركه، الشده ليست حركه، الحركه عباره عن ايه؟ فتحه وكسره وضمه. دي الحركه، دي الحركات، فتحه وكسره وضمه. انا عندي لسه كمان يا استاذ السكون، السكون ليست حركه انما السكون هي علامه، علامه تدل على الوقف. يعني عند الحرف اللي عليه سكون لازم تقف وتستكمل الحرف اللي بعده. يعني اقول مثلا ايه؟ ص ص ص دق ص دق ولد، اجي عند الدال واقف، اجي عند الدال واقف. طب ما يدالي يا استاذ في اخر الكلمه، مش شرط، ممكن الكلمه يبقى في نصها حرف ساكن كتير جدا جدا، يبقى هاجي عند الحرف الساكن واقف. يبقى السكون هي علامه وليست حركه، علامه اسمها علامه وقف. اما الحركات عندي ثلاثه بس، ثلاثه فقط، الفتحه والكسره والضمه. امال الشده دي؟ الشده هي عباره عن حرف ساكن. حرف ايه؟ ساكن. يعني ايه ساكن؟ يعني عليه علامه السكون. يعني ايه حرف ساكن؟ يعني عليه علامه السكون. طب يعني ايه حرف مشدد؟ يعني حرف عليه شده، والشده هي الحرف الساكن، تمام؟ شده وفتحه. اذا كانت الشرطه اللي فوق دي فوق الشده دي اسمها شده، ودي اسمها فتحه. اذا كانت فوق الشده يبقى اسمها شده وفتحه. طيب تحت الشده يبقى شده وكسره. طب فوق، طيب فوق الشده كمان بالشكل ده يبقى دي اسمها ايه؟ شده وضمه. تمام؟ وكلمة شدة يعني الحرف هيتقري مرتين اتنين، ادي مرة وادي مرة، مرة عليه سكون ومرة عليه فتحة، مرة عليه سكون ومرة تحتيه كسرة، مرة عليه سكون ومرة فوقيه ايه؟ ضمة، مرة فوقيه ايه؟ ضمة، تمام؟ يبقى الحرف المشدد هو الحرف اللي يكتب مرة واحدة ولكن يقرأ مرة تانية، بس بشرط لازم بداية قراءته لازم تكون ساكنة، لازم تكون ساكنة. ومش شرط حروف اللام الشمسيه، تاني مش شرط حروف اللام الشمسيه بس هي اللي تقرا مرتين، لا كل الحروف ممكن تقرا مرتين. طيب ازاي بقى؟ حروف اللام الشمسيه اللي بتقرا اللي هي التاء والثاء اللي احنا قلناها من قبل، ماشي؟ دي لازم يسبقها الف ولام، لازم الكلمه تكون اولها الف ولام. طب كلمه ما فيهاش الف ولام وفيها حرف مشدد ما نعرفش نقراه؟ نقراه. طيب ممكن يكون حرف العين حرف مشدد؟ ممكن يكون حرف العين حرف مشدد، على الرغم ان حرف العين مش من حروف اللام الشمسيه. طيب هنقول ايه؟ قول ربنا سبحانه وتعالى بيقول للسيده مريم ايه؟ رضي الله عليها السلام، بتقول ايه؟ ها؟ وهزي وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليل. وهزي، هناخد كلمه وهزي،
وألي الواو. حلقة دي جميلة جدا على فكرة جدا. وهو هو يبقى ها. الواو دي زائدة؟ الواو دي زائدة عن الكلمة. أكثر الكلمات إذا سبقها حرف الواو أو الفاء أو الكاف أكثر الكلمات بتبقى إيه؟ الحروف دي زائدة عن كلمة. وهو وهو أدي الهاء على الضم. ركز معايا، إحنا قلنا الحرف الساكن بيحذف الألف نطقا، يحذف الألف إيه نطقا. أمال هنا مفيش ألف ليه؟ لأن الحرف اللي بعد الحرف الزائد، حرف الحرف الهاء ده جاي بعد الحرف الزائد، ما هوش لام ساكنة، لازم يكون لام ساكنة. بقول إيه؟ ول. لو قال لي ول يبقى في ألف قبل اللام. إنما ما جابليش حرف اللام ساكن وجاب لي حرف اللام مثلا علي فتحة. ولعلك ولا اللام هنا مفتوحة إيه؟ يبقى ما فيش ألف. تمام؟ هنا يشترط الألف إمتى؟ لما يجي الحرف الزائد بعديه ينطق حرف لام ساكنة، غير كده ما يبقاش في ألف. تمام؟ لام ساكنة أو حرف مضاعف وهنشوفه حالا دلوقتي. ماشي؟ وهزي وهزي زي، ما قلتش وهدي ذي. الذال، الذال اللي هي من الحروف اللاتوية، واحنا قلنا الحروف اللاتوية عندي كم حرف؟ ثلاثة. أهي الثال، أدي الثال. ها؟ والذال والظاء. الحروف اللاتوية ثلاثة أحرف، الثاء والذال والظاء. يعني ايه بقى ثلاث احرف؟ يعني الحروف دي لما اجي انطقها الفظها بايه؟ بحط طرف لساني ما بين اسناني ما بين فكين واقول ايه؟ ثاء ثاء. اقول ثاء عشان لما ما اتلخبطش ما بين الثاء والساء، ما بين الثاء والساء اللي هي دي. شوف دي اسمها ايه؟ ساء. ودي اسمها ايه؟ ثاء ثاء. ثعلب، ثعبان، ثوم، ثاء. انما هنا ما ينفعش اقول ايه؟ ثعلب، لازم اقول ايه؟ ساء. سمك، ساء. ما حطيتش لساني ما بين اسنان، ساء. فرق كويس جدا ما بين الثاء ثاء، مش ثاء، ما حدش يقول لي ثاء، باء، ثاء، ما فيش باء، ما فيش اء اللي هي في الاخر دي خالص. ماشي؟ اللي بيقرا الحروف الف الف باء تاء تاء ما يقولش ايه؟ باء. لا هي مش باء. ها؟ طب لو عندي مثلا حرف الباء هنا، حرف الباء اهو هنا اسمه باء، باء زي ما هو كده. طب لو عليه فتحه بقى ما ينفعش اقول ايه؟ باء، يبقى انا ما عملتش حاجه. لا، باء باء مش باء. لا، باء. طب والتاء؟ تاء. والثاء؟ ثاء. والسين ما اقولش سا سي، لا اقول سا على فتحه سا. ماشي؟ والجيم ما اقولش جيم، لا لا لا، او جيم اقول ايه؟ جا. زي ايه؟ جمال، جميله، جميع، جا. ماشي؟ نرجع لايه؟ للدرس بتاعنا. بقول ايه؟ وهز وهو هو هو وهز زي زي. ما قاليش وهذي ذي، لا، ما حطش لسانه وبين اسنانه اهو، قال لي وهزي، يبقى الزي العاديه. شفت الفرق ما بين دي ودي؟ دي اسمها ايه؟ ذا ذا ذا. ودي اسمها ايه؟ زا. ما طلعش لساني خالص، زا. ها؟ وهزي، اختار انهي واحده؟ دي؟ وقال لي وهذي، لا قال لي وهزي اهي. وهز ز ز ز. طب قال لي هاء وزين اهو، هز هز، نطق حرفين اتنين في مقطع صوتي واحد اهو، هز. يبقى هنا الزاء عليه ايه؟ سكون يا استاذ، برافو عليك. ليه؟ لان قال ايه؟ يقرا الساكن مع اللي قبل اهو، هز. يعني ايه هز؟ ما ينفعش يقراها الا مع الاتنين مع بعض، ما ينفعش يقول ايه؟ هو زاء. بقى نطق حرفين اتنين كده، مقطعين اتنين، هو ونطق الزاء لوحدها، نطق الهاء لوحدها والزاء لوحدها، انما هو ايه؟ هز هز. اهي يبقى نطق الحرفين الاثنين في مقطع صوت واحد، يبقى الحرف الثاني على طول عليه سكون. بس ما قاليش وقالش وهز بس، قال لي وهزي وهزي. شوف نطق الحرف ساكن اهو، لو نطق الحرف ساكن ورجع نطقه كمان مره يبقى هيكتب مره واحده بس،
ولكن ينطق مرتين. طب هحط عليه الحركات ازاي بتاعته؟ احنا قلنا ايه؟ اذا نطق الحرف مرتين يبقى عليه شده، يبقى ما فيش سكون هنا خالص. بقى الشده دي هو الحرف الساكن اللي احنا لسه ناطقينه حالا دلوقتي، ها؟ بس قال ايه؟ وهز زي زي، ازاي هنا عليها ايه بقى؟ كسره، يبقى شده وكسره. عرفت تنطق الحرف ده ازاي؟ وهزي، ركز في الياء اهي، وهزي، ليست الياء دي، ما تنفعش الياء دي خالص. امال انهي ياء يا استاذ؟ الياء دي ليه يا استاذ؟ لان الياء دي هي اللي بتاتي في نهايه الكلمه، اما الياء دي بتاتي في بدايه الكلمه وفي وسط الكلمه، يبقى اختار ايه؟ الياء دي. طب وما اختارش دي ليه؟ اولا دي ما تجيش الا في الاول وفي النص، ثانيا الحرف اللي قبلها من الحروف السته، الحروف السته اللي هو الالف والدال والدال والراء والزاي والواو، وبرضه عندنا حاجات كتير جدا الحروف السته دي، ماشي؟ والحروف دي اي حرف يجي بعدها ما يتصلش بيها، ها؟ الواو اهي من الحروف السته، اي حرف يجي بعدها الهاء ما اتصلتش بيها، ما ينفعش. وهزي، اخد الياء دي، دي ياء يا حبيب دي ياء، وهزي. امال اللي من غير نقطتين دي اسمها ايه بقى؟ اللي من غير نقطتين دي اسمها مش ياء، اسمها الف مقصوره. الف مقصوره زي كلمه على اهي، على هنا بقت الف مقصوره، اللي هي اسمها ايه؟ دي مش ياء، دي اسمها الف مقصوره. انما لو قلت علي 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 علي، شفت خلي بقى؟ بقت ياء. خد بالك الشكل ده من غير نقطتين يبقى ألف مقصورة، مقصورة مقصورة بالقاف والصاد، مش مكسورة، لا مقصورة يعني لينة طرية، الألف اللي هنا اللي بيقولوا عليها في مصر، ماشي؟ ها علي دي اسمها إيه؟ علي دياء، دياء واضحة، إنما وهزي أهي، وهزي، شوف ياء واضحة خالص أهي، ماشي؟ لأن الألف المقصورة لا تأتي أصلاً مكسورة، مكسورة تحتها كسرة ولا ضمة، تأتي قبلها فتحة. على اللام عليها فتحة، إلى اللام عليها فتحة، حتى اللام عليها فتحة، هذا اللام عليها فتحة، ماشي؟ خلاص؟ إنما هنا يبقى إحنا اتفقنا إن دي كده من غير نقطتين اسمها ألف إيه؟ مقصورة. طب بالنقطتين اتنين اسمها ياء. يبقى أنا لما أجي أكتب الياء حتى عندي لازم أحط تحتها النقطتين دول. ها؟ عرفنا نقرأ الكلمة إزاي؟ عرفنا نقرا الكلمه اللي هي على حرف مشدد ازاي؟ نوت كمان كلمه بيقول لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخله، شوفي شوف بقى، تسا تساقط تسا تاء، هناخد التاء دي حركه جميله جدا ومفيده، وركز معايا كويس، تاء تاء، قال لي تاء تاء، ما قاليش طاء، الطاء من الحروف اللي ايه؟ الغليظه المفخمه طاء، انما قال لي تاء تاء، بس قال لي تسا، شوف قال لي تسا، ما يقوليش بقى تسا واروح جاي كاتب بقى ايه؟ تصا تصا، لا ما قاليش تصاقط، واللي بيقول تصاقط دي غلط، تسا يبقى السين، وضح وضح ما بين التاء، ركز ركز في نطق التاء، التاء والطاء، وضح كويس، واللي بيمليك لازم يمليك بالشكل كده، لازم يوضح لك اذا كانت هي تاء ولا طاء، طاء طاء طالب، ما ينفعش اقول تالب، طالب، طبق، ما ينفعش اقول تبق، تبق، ينفع اقول تبق؟ لا طبعا، ماشي؟ تس السين اهي، ركز معايا ما بين السين في النطق والصاد، ها؟ ما قال لي ايه؟ قال لي تسا تساقط عليكي، لو قال لي تسا يبقى صاد، انما قال لي تسا سا سا يبقى السين، قال لي تسا، شوف نضع التاء والسين مع بعض مقطع صوت واحد، اهدى كده وانا بكتب وانا بقرا، القراءه والكتابه عايزه هدوء، هتقرا اي كلمه حتى لو قد كده، ماشي؟ تسا يبقى السين عليها سكون اهي، بس قال لي تسا نضع السين كمان مره، يبقى بحذف السكون اهو، بحذف السكون اهو واحط علامه الشده، يبقى دي اسمها ايه؟ تس، بس قال ايه؟ تس سا، الحرف السين اللي نطق المره الثانيه نطق مفتوح يبقى شده وفتح، تس تس سا سا، يبقى سين مد بايه؟ بايه؟ هشوف الحرف اللي قبليه، الحرف اللي قبليه بايه؟ السين على ايه؟
فتحه ولا كسره ولا ضمه؟ ما تقوليش عليها شده، ما لهاش دعوه بالشده. الشده هي الحركه الساكنه، هي الحرف الساكن. ها السين عليها ايه؟ فتحه. يبقى المد هنا مد بالالف، لان المد بالالف لازم يكون الحرف اللي قبليه مفتوح، ومد الالف ومد الياء ومد الواو لا ياتوا في بدايه الكلمه. يعني لو في الف زي الف في بدايه الكلمه ما ينفعش يبقى مد، في ياء في بدايه الكلمه ما تنفعش تبقى ياء مد، في ايه في واو في بدايه الكلمه ما تنفعش تبقى مد. المد ياتي في وسط الكلمه او في اخر الكلمه. ومد الالف حبيب قلبي، الف بدون همزه، اي كلمه تلاقي فيها الف بدون همزه، للناس اللي بتشتكي بيقول لك انا ما بعرفش اقرا الالف في وسط الكلمه، او تقرا الالف في وسط الكلمه ينطق ا او اي او او، ينطق بهذا الشكل ا او اي او او. اذا جاء بهذا الشكل في وسط الكلمه وابراهيم واي اي اهي، طيب تمام. انما هنا قال لك تسا، السين هنا وراها مد بالالف، والمد حرف ساكن ماشي، والمد يكتب ولا ينطق، يكتب ولا ينطق. فبيقول ايه تسا، ما تقوليش بقى انا مش عارف انطق الالف هنا، هو الالف هنا لا ينطق اصلا. وما هعمل ايه؟ انا بطول حركه السين اهي، قال لي تس تس، شوف شوف الساكن صغير ازاي، قال لي تس سا، شوف السين بقى ممدوده سا حركه طويله. ها ما بنطقش الالف، بنطق بمد او بطول حركه السين بس، تسا قا قا، شوف شوف قا قا، وليست كا وليست كا، ما قاليش تسا كت كت ابدا خالص، قال لي تسا قا قا قا، ادي القاف. القاف إذا سبقها، إذا جاءت في بداية الكلمة تكتب بهذا الشكل، وإذا سبقها مد أو حرف من الحروف الستة اللي إحنا هنكتبهم هم عشان برضو الناس إيه تبقى واخدة بالها. أدي الحروف الستة، أدي الألف والألف المهموس والدال والذال والراء والزاي والواو، دي اسمه الحروف الستة. والحروف الستة يا حبيب قلبي قاعدتهم بتقول ايه؟ الحرف الحروف الستة دي بيقول لك ايه؟ تتصل بما قبلها، يعني أي حرف يتكتب قبلها تلزق فيه. ولكن أي حرف يجي بعدها لا يتصل بها، يبقى الحروف دي ما بتتصلش إلا بحرف واحد بس اللي بيجي قبلها. طب لو جه قبلها حرف من حروفها، دول كلهم إخوات. لو جه حرف الراء قبليه حرف الدال أو الذال، ما يشبكش فيه، ما يتصلش فيه برضه. بيتصل بأي حروف غير دول، وبيتصل من اتجاه واحد بس، شوف ازاي اتصلت بالهاء بس وما اتصلتش بالياء. يبقى الحروف دي بتتصل بحرف واحد بس، تتصل بالحرف اللي يتكتب قبلها، اللي جاء قبلها، ها؟ تسا قا قا. القاف هنا تكتب بهذا الشكل، ما تكتبش بالشكل ده. ما تكتبش بالشكل ده. تكتب بالشكل ده امتى؟ إذا سبقها حرف يتصل بها. طب لو مش حرف يتصل بها تكتب بهذا الشكل ق ق، ادي القاف ادي القاف ق. ما قاليش ايه تساك ك، ما قاليش تساك ط، لا قال تساق ق قط، شوف قال ايه قط، ما قاليش قط قط ط ط ط، حرف مفخم وغليظ ط. الطاء زي ما احنا قلنا الطاء عكس التاء، الطاء عكس ايه التاء، تساقط طق طق، يبقى الطاء. قدرنا نعرف نقرا الحرف الساكن الحرف المشدد في وسط الكلمه تساقط، قدرنا نقراه. بنقراه ازاي؟ بيجي لي الكلمه بالشكل ده، بعمل فيها ايه؟ حرف مشدد، يعني هيقرا مرتين، مره مع اللي قبله ومره مع اللي بعديه، على طول كده. الحرف المشدد يقرا مره مع اللي قبله ومره مع اللي بعديه، ماشي؟ طيب هيقرا مع اللي قبله وهو ساكن، ها يبقى التاء هتنطق مع السين الساكنه، السين الايه الساكنه، ادي مره، يبقى السين كده نطقت مرتين اثنين، هتنطق مع اللي قبلها بايه؟ بعلامه بحركه بعلامه السكون، وتنطق مع اللي بعدها بعلامه الفتح. هقراها ازاي يا استاذ؟ هقول تا سا 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 سا، لا طبعا، هقول ايه؟ تس، خلاص انا كده قرات التاء مع السين. طيب هقرا السين تاني بس بالفتحه بقى مع ايه؟ مع مد الالف. طب السين مد بالالف اقراها ايه؟ ساء، لا مفيش ساء، يبقى نطقتها مره مع التاء بالحرف الساكن، ونطقتها مره مع المد بالحرف الايه؟ المفتوح،
زي كلمة وهزي، ازاي عليها شدة وفتح، يعني تنطق ازاي مرة مع الهاء ومرة مع الياء، بس لما بتنطق مع الحرف اللي قبليه بتنطق ساكنة، اقول ايه هز، ها، وهنا تنطق ايه مع الحرف الياء زي وهزي، تمام؟ تمام. هناخد الكلمة اللي بعدها، وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جليا، ها، وقري وقري قري عينا، وقري و و، الواو زائدة؟ اه الواو زائدة. أكثر الكلمات إذا سبقها حرف الواو، أكثر، مش كل الكلمات، أكثر الكلمات إذا سبقها حرف الواو بدأت بحرف الواو بأكل، أكثر الكلمات بتكون الكلمات دي الحرف الواو ده حرف زائد، والحرف الزائد هو الحرف اللي أنا لو حذفته ما يأثرش على الكلمة، ما يأثرش على الكلمة، يعني زي كلمة وهزي، لو شلت الواو هزي إليك بجذع النخلة، أهي هزي أهي، تساقط عليك رطبا جليا، ماشي؟ جليا، معلش أنا آسف، ها؟ ماشي؟ وقري قري عينا، قري، وكلي، كلمة وكلي ما فيهاش إيه؟ حرف مشدد، إحنا بناخد الكلمات اللي فيها حروف مشددة، ماشي؟ قري، قا، أدي القاف، قا، أدي القاف، القاف جاية في بداية الكلمة تكتب بهذا الشكل، قا، قا مفتوح، قر را 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 اهي را، ها هنا الراء عليها ايه؟ ركز معايا، قر، نطق القاف مع الراء مع بعض ما يقدرش يفصلهم عن بعض، قر، يبقى الراء هنا عليها سكون، تمام، بس نطق الراء كمان مره، شوف نطقها اول مره ساكنه ازاي؟ اذا نطق الحرف مرتين اثنين وبدا بسكون، طب لو ما بداش بسكون يا استاذ بدا بفتحه يكتب مرتين، يكتب ايه؟ مرتين، هقول زي هنقول حالا دلوقتي. هنقول حالا دلوقتي مثلا. ها؟ هنا بيقول ايه؟ قر قرري. اه نطق الحرف ساكن والحرف الثاني الراء الثانيه مكسور، قرري ري، يبقى شده شده وايه؟ وكسره. شده وايه؟ وكسره. دي اسمها ايه؟ قرري. بدل المسألة وقرري. اه ده هنا مد، مد بايه؟ بالياء، واحنا قلنا لابد ان تاتي الياء تحتها نقطتين يا حبيب قلبي، ها دي اسمها الف مقصوره، بدون نقطتين اسمها الف مقصوره، لو حطيت النقطتين بقت ياء، زي ما احنا قلنا دلوقتي على وعلي، على الالف بتاعتها العلامه الياء دي بتاعتها الياء دي اسمها الالف اللينه، انما علي علي الياء هنا ياء تحتها نقطتين دي ياء، ماشي؟ وقري، ناخد الواو عشان احنا نسيناها، وقري، مش محتاجين الواو طبعا، بس ايه؟ بس هيغطي المعرفتين الحروف، الحروف الزائدة، الحروف الزائدة هي الواو والفاء والكاف والباء واللام، الواو والفاء والكاف دائما يأتوا مفتوحين، والباء مكسورة واللام مكسورة وفي لام مفتوحة، ماشي؟ ناخد واحدة واحدة كده، اللي بيجوا قصادنا إن شاء الله بالإيه؟ بنشرحه. وقر هنا الراء عليها شده اهي، يبقى هتقرا مره انت معايا ومره ايه؟ مره مع القاف ومره مع المد بالياء، يبقى اقول ايه؟ قر قر، يبقى نطقت الراء ساكنه اهو مع القاف، قر، ها، وانطق الراء مكسوره بقى مع الحرف اللي بعدين، يبقى تنطق مع اللي قبليها وتنطق مع اللي قبليها، ها، تنطق مع اللي قبليها ساكنه واللي بعديها حسب الحركه بتاعتها مكسوره مفتوحه مضمومه، ها، قر ري وقري عينا، ماشي؟ طيب قال لي ايه؟ لأعذبنه. سيدنا سليمان لما كان بيسأل على الهدهد، ماشي؟ قال ايه؟ لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه عذابا شديدا، لا أعذب، هنكتب كلمة لا أعذبنه عشان في ناس كتير جدا بتخطأ في اللام ألف واللام، ها؟ واللام بعدها ألف مكسورة وبعدها ألف مفتوحة، هنشوف الحاجات دي كلها. لا أعذبنه، بس لما نشوف الحلقة بس كده. ده الحلقة خلاص قربت تخلص، ده لحسن ما عملناش حاجة خالص. ينفع الكلام ده يا جدعان؟ ينفع كده؟ تحسوا ما شرحناش أهو. ماشي؟ طب هناخد كلمة لا أعذبنه. ها؟ لا، شوف واحدة واحدة. لا. أدي لا. لا. لا، شوف قال إيه؟ لا أو، لا أو، لا أو، 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 يبقى الألف. الألف، ما ينفعش أعمل الألف كده يا حبيب قلبي. يقع من على حرف اللام،
طب ما هي اللام مد ايديها اهي، اللام مد ايديها اهي، ها اللام مد ايديها اهي، ايه اللي مخليك حاطط الالف على طرف اللام؟ ليه؟ ما هو ما انا اعمله على القاعده بتاعت اللام الجميله اللي هو مد ايديها دي اهي، واخليه معوق كده يبقى جميل. لا او اهي، مش دي اسمها لا او؟ لا او، لا او ع، لا او ع، لا او ع ع، يبقى العين لا او ع ادي العين، لا اعذ ذ ذ ذ، شوف هنا بقى ليه لا اعذ ذ ذ ذ وليست ذا، لا اعذ ذي، ها لا اعذ ذي ذي، ادي الذ الذ يا شكل الذ يا حبيب قلبي اللي على نقطه، لا اعذ لا اعذ ب ب، لا اعذ لا اعذ، شوف نطق الذ كم مره، مرتين اثنين، لا اعذ، يبقى الذ هنا عليها سكون اهي، عليها سكون، لا اعذ بس ايه، لا اعذ ذي، نطق الذال كمان مره اهي مكسور، يبقى شد وكسر، لا اعذ، لا اعذ ب ب ب ب، ادي الباء، وهنقرا حالا اهو واعرفك ازاي الحرف اللي هيقرا مرتين يتكتب مرتين، لا اعذ ب ب، ادي الباء، لا اعذي بنا، قال لا ده فيه، هو ممكن كلمه يبقى فيها اكتر من حرف مشدد، اه فيها حرفين وثلاثه مشدد كمان، لا اعذي بنا بنا بنا، شفت النون اهي، لا اعذي بنا، ادي النون واحده واحده كده، بس قال ايه بنا، نطق النون برده مرتين، يبقى عليها شده وايه بن، دي اسمها بن، حركه الشده هو الحرف الساكن او النون الساكنه، بس قال ايه بنا، يبقى النون كمان مفتوح، يعني هتنطق مرتين، لا اعدي بنا هو هو، الهاء ليست بعدها مد بالواو يا حبيب قلبي، قبل ما تكتب مد بالواو اكتب الهاء لوحدها بس الاول كده هو، لا اعدي بناه، ها ها، قبل ما تكتب الهاء وتكتب وراها مد والواو وتكتب وراها واي حرف تكتب وراها مد، لا خد الحرف وحط عليه الحركه بتاعته، الحركه القصيره بتاعته، ادي الهاء حط عليها حركة الايه؟ الحركة القصيرة بتاعتها اللي هي الضم، دي اسمها ايه؟ الهاء على ضم اسمها ايه؟ هو، طب ما هو ما زودش حاجة، أعذب بنا هو، ما قالش ايه؟ ما قالش ايه؟ لا أعذب انه ما طولش كده، خلاص؟ هنشوف بقى احنا بنقول ها الحرف المشدد يقرأ مرة مع اللي قبله ويقرأ مرة مع اللي بعده، يقرأ مرة مع اللي قبله وهو ساكن، يبقى ايه؟ قول ايه؟ عد عد ها؟ وينطق مرة مكسور مع الحرف اللي بعده ذب، لا اعذي، لا اعذي ب، لا اعذي بنه، امال فين بقى يا استاذ الحرف اللي يتكرر مرتين ويتكتب مرتين؟ احنا قلنا يكتب الحرف مره واحده اذا جاء مشدد، مشدد يعني بدا بحرف ساكن وبعد كده حرف مفتوح او مكسور او مضموم، طب لو ما بداش بحرف ساكن يكتب مرتين، زي ايه؟ بنقول لك قررت المحكمه، قررت، شوف شوف، قرر 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 اهي قرر، طب ما هو بدأ بحرف ساكن يا استاذ، لا بس حرف مفتوح اهو، الراء نوتة مفتوحة ودي مفتوحة تكتب مرتين، أمال دي ما كتبتش مرتين ليه؟ لأن دي ساكنة وعليها شد، شدة وفتح كتبت مرة واحدة ازاي؟ ها؟ طب لما جه بعدها حرف مفتوح اهي نفس الراء اهي وكتبت مرتين، بهذا الشكل تقريبا احنا خلاص يعني على وشك ايه؟ انتهاء الحلقة، بهذا الشكل نكتفي بهذا القدر من الكلمات المشددة، وإن شاء ربنا إن شاء الله في الحلقات القادمة نستكمل كيفية قراءة الحرف المشدد اللي لم يسبقه ألف ولا، لم يسبقها الكلمة ألف وإيه ولا، ناخد الإملاء بتاعتنا، سجد سجد محمد محمد، خد بالك من التنوين، محمد، واحنا بنقول التنوين عباره عن ايه؟ نون زائده لفظا يعني تنطق ولا تكتب زي اللام زي ايه حروف كتير. لو اعدي محمد، طب هعرف ازاي اذا كانت الكلمه فيها نون؟ هعرف الكلمه ازاي فيها نون ولا ما فيهاش نون؟ هخلي احذف النون من النطق واخلي الحرف اللي بعدها عليه سكون، محمد. ما اثرتش على الكلمه خالص، يبقى النون دي دخلت عشان تضحك علينا اصلا وتنضاف عندنا وهي مش تبعنا خالص، ماشي؟ ها سجد محمد لله
شكرا سجد محمد لله شكرا. نكتفي بهذا القدر. واي استفسار اي تواصل اي حاجه صعبه عليك تواصل معايا على 010 211 69941 او من خارج مصر 00 210 211 69941. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم كلكم في الله. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.